أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم دو من والوعدة الثانية الأسرة الدرس الحادي عشر العبارة الثاني انظر واستمع واعد. هذا العبار بين عمر وعثمان. So the first student, طالب الأول Miss Yu. Can you hear me? Yes. You will read the sentences of Umar, okay? Okay. Then we have. Han. Wait. Okay. You will listen to the audio and then you will repeat. Zarish. Can you hear me? Aika Rehman. Yes, sir. You will read the sentences of Usman. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Hello. I can't keep up with you. Are you in two devices? Like, sat on here. Ek ki awaaz الدرس الحادي عشر الحوار الثاني انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Miss you, repeat. هل هذه شجرة؟ شجرة، هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ هايكا هايكا ريبيت. نعم هذه هذه أسرة الرسول. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. Miss you. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والد عبد الله. والده. والده. So here the pronoun who mean his. والد mean father and who mean his. والده his father. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. والدته. والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمده عموه أبو طالب. وهذا جده. Repeat. وهذا جده عبد المطلب طالب. طالب مطالب. مطالب. وهذا عمه العباس. وهذا أمه أن أب عباس. أباد. وهذا عمه حمزة. وهذا
عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا أبوه إبراهيم. كنت بتبني الجامع بالباب وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه قاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. أفضل أن نتصل هي بالباء. وهذه ابنته فاطمة. سوري. وهذه ابنة فاطمة. You better join her with ba. وهذه ابنته. وهذه ابنته. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته رقية. 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 وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته زينب. زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه ابنته كويسو. كلثوم. كنسو. عائشة عمران. نعم. عائشة عمران you are Umar in this dialogue, okay? لطيفة. السلام عليكم. وعليكم السلام. You are Usman. أوكي. هل هذه والآن جاء شجرته؟ دورك. انظر نعم. واستمع وأعد. هل هذه شجرة؟ I shall repeat. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه العباس.
وهذا عمه حمزة. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه ابنته أم كلثوم. Now I will close the book. You will listen to the dialogue and you will repeat it. Next student, Samia Kayum. Assalamu alaikum. Assalam. Samia, you are the first student. Zarish. Assalamu alaikum. Zarish, can you hear us? Waalaikum. Waalaikum assalam. You are the second student. Sagarikul Kitab. Wanti satasmaina saut. وستكررين ما تسمعين. الوحدة الثانية، الأسرة. السلام. الدرس الحادي عشر. الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ سامية. سامية repeat. He has lost the internet. Miss you, can you repeat? Yeah. Repeat. Listen again and then repeat. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ هل هذه شجرة؟ نعم. هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. زاريش. زاريش. Yes, I think some internet problem. Next student. Aisha Imran. Can you repeat? هل هذه شجرة؟ Next sentence. نعم، هذه أسرة رسول صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وسلم. You. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. عائشة. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. يو. وهذه آمنة. آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. عائشة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه عباس. وهذا عمه حمزة.
وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. هذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا أمه قاسم. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه قاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذا أمنه إبراهيم. وهذا ابنه. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه أمه. وهذه ابنته أم كلثوم. وهذه ابنته أم كلثوم. والآن جاء دورك. أوكي. بعد ذلك لدينا المفردات. انظر واستمع. واحد، هيكل الرحمن. اقرأي هذه المفردات. read this vocabulary. شجرة. then next أدنان. next عام. next عمة. yes correct ابن. ابن. So am mean uncle, amma mean auntie. Ibn mean son, ibna mean daughter. Yes. Tadrib sil bayn al kalimati wa surat al munasiba. So next student we have is Miss Hoor. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. اخبرني جواب للسورة الأولى. أي كلمة؟ أمّة. أمّة صحيح. السورة والسورة الثانية؟ أم. أم. السورة الأولى؟ سورة. سورة. السورة الثانية؟ شجرة. شجرة. السورة الأولى؟ ابنة. ابنة. السورة الثانية؟ ابن. السورة الأولى؟ أولى. معلمة. السورة الثانية؟ السورة طبيبة. طبيبة. الحوار الثالث. انظر واستمع. واحد، الدرس الثاني عشر. next student
لطيفة. لطيفة، do you hear me؟ الوحدة. Yes. You are the first student. Rehana J. Sayed. You are the second student. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. So Latifa, you are Al-Um, and Rehana, you are Al-Adh. الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس الثاني عشر. الحوار الثالث. انظر واستمع. هذا أذان الفجر. لطيفة. هذا أذان الفجر. هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعد. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيد. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. سعيدة في المصلى تصلي. Is the ton here wrong? Because the names doesn't get convene the female name. ما فهمت سؤالك، كرري. The سعيدة shouldn't be سعيدة، it should be سعيدة too because it's a name for a woman and the woman name doesn't take تنوين. Yes, in spoken we use something, for example in Medina book دروس لغة العربية they say with proper female name we don't use تنوين. But in spoken, this thing doesn't matter. In often spoken, we just say Saida. في الكلام يمكن أن نقول فقط سعيدة. هذا يكفي. ليس مشكلة. ولكن في النهى نقول سعيدة. ويمكن أيضا نكتب. يمكن أيضا نكتب سعيدة. ليست مشكلة. Yeah, but when we write, like, is that okay? Yes. To write. The better way is to write Sayyidatu and pronounce Sayyidatu. But okay, in spoken, this thing doesn't matter a lot. Okay. أين المعطف يا سعد؟ أين الميتوف؟ أين الميتوف؟ يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. لاحظ الفرق بين الرجل والمرأة. للرجال للمذكر غائب واحد نستعمل يا، ولكن للمؤنث غائبة نستعمل تا. نقول أحمد يقرأ، علي يقرأ، ولكن فاطمة تقرأ، خديجة تقرأ. أحمد يصلي، علي يصلي، عمر يصلي، ولكن فاطمة تصلي، خديجة تصلي، عائشة تصلي. هذا الفرق بين الرجل والمرأة. So note the difference for male, we say يتوضأ. We use يا. But for female, we use tatawaddau. For male, we say yakrau. For female, we say takrau.
For male, we say tusalli. For male, sorry, for male, we say yusalli. But for female, we say tusalli. This is the difference between male and female. Okay. Next student, Tahmida. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh. Wa alaikum assalam. You are al-um. Zarish. You are al-ab. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. هذا أذان الفجر. أميدة. Wait. الله the first one. Yes. هذا أذان فجر. أذان الفجر. أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ الله زارش. This is your sentence. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. أميدة. سعد في حمامي يتوضأ. Okay, good. وأين سعيد؟ وأين سعيد؟ الغرفة يقرأ القرآن. مين سعيد في غرفتي يقرأ القرآن. Good. يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ زارش. وأين سعيدة؟ أوكي. وأين سعيدة؟ Good. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أمينة. سعيدة في المصلي تصلي. مصلى. تصلي. مصلى. سعيدة في مصلى تصلي. Note the difference, every student. Here we don't have any dots, but here we have dots. When it has dots, we pronounce it ya. When it does not have as dots, Hamza. We pronounce alif or hamza. So this is Musalla and that is Tusalli. أين المعطف يا سعد؟ زارش. أين المعطف؟ أين المعطف؟ Correct. Good. هذا هو المعطف يا والدي. أميدة. هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي. أوكي. أوكي.
وأين النظارة؟ وأين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هذه هي نظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى المسجد. Okay, so next time inshallah we'll practice this dialogue without looking at it. I will just show you the English of this dialogue and you will practice it without looking at it. And Tamina, I think you better take a Quran reading class as well. You can contact the admin okay. and ask for the Quran reading class, which will help you improve your reading. You need some improvement in reading. Yes, okay. You can contact the admin on the WhatsApp. Okay. On the WhatsApp, which I have the Zoom meeting in here. Yes, you can contact that number. Okay. Next student we have is Miss Yu. Asim. Mr. Asim. Aisha Imran. Can you hear me? Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. So you will tell me the meanings of the word that you will see on the screen. Hal tahwal. Hal. Which option? Are you here? Ya Sheikh, awal. Only just. So you are saying first option? Yes, sir. Yes. It is wrong option, okay? Yes. So the correct word meaning is bus. Bus. Next. Bus. Which option? Halun. So some student is saying hal. Hal. Ahwal. Is correct. Next شهر أشهر شهور بس. Which option? بس. Aisha, you can also tell if you know the answer. بس. I don't understand بس. What you ask, sir. The word is bus. The word which is he pronouncing is bus. بس. Which option? Third option. Shaharun. Shahr, Tashhar, Shuhur, Hal, Tahwal. Which option? Hal. Third. Situations, conditional. Tahwal. Next. Shaharun. Second. Shahr, Tashhar, Shuhur. هنا حال أحوال third option حال أحوال here هنا هنا no. first option بس بس only or fourth option fourth option شهر أشهر شهور second option, second option. شهر أشهر شهور هنا. First option. هنا. بل. هنا. Second option. No, no. Third option. هنا. هنا. بس.
Second option. بس بل بل third option. بل 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 third option. بل بل third option. بل Next student, Aisha Khan. Can you tell me the spellings? Mata? No. Wrong answer. Ida. 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 Try to tell me the spelling of this one. This one. Ahad. Spelling. Alif hada. Ahad. Alif dal had. Spelling. This hada. Ha zal alif. Hada. Spelling. Here. Am awan. Next. Hamza seen ra ta. No. Ahel, ahel. Next. Dalika. Next. An, talan. Anyone can answer now. We have a few seconds left, so I will have to unmute. Wait a second. Man, sir. Okay. Man. Meme noon. No, no. Spelling. Alladhi. Alladhi. Sha'a. Alif. Yashra'a uf. Lam. Sheen Alif Hamza. Valia. Allazi. Dal. Allati. Allazi. Dal. Dal. Continue. If anybody has any question, they can ask me. Allati. Sir, मुझे ये पूछना था जो हाय बिना कहा था ना आपने तो बिना का मतलब क्या होगा वो बिना